بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط رقم 25 بعد 300 على 1. خذ حمية لعلكم جميعا تذكرونه. كنت شيخنا ذكرت أخواننا أو مشايخنا في السعودية عندهم شيء يعني تريد أن تتمم البحث. هو هذا، يعني يقفون أمام حديث الخثعمية، يسلكون في اتجاهه طرق التأويل وتحميل الحديث ما لا يتحمل حتى يتفق مع مذهبهم أهل المتشدد على المرأة المسلمة. حديث الخثعمية صحيح أنه وقع في الحج، وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام تسأله، قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. وخلفه عليه السلام الفضل ابن العباس، وكان وضيئا، وهي كانت جميلة، فكان ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، الشق الآخر. جاء في خارج الصحيح أنه قال: إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر الله له، أو كما قال عليه السلام. هذا الحديث صريح جدا بأن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هذه وقد قامت بوادر الفتنة على الكشف، ماذا يجيبون؟ يقولون: كانت محرمة. هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنسبة لهؤلاء المشايخ على فاضل، كانت محرمة. طيب، وماذا إذا كانت محرمة؟ الذي يقرأ كلامهم ممن لا علم عنده، وهؤلاء هم عامة القراء لا فقه عندهم، يفهم أنه لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بأي صورة من صور التغطية، وليس الأمر كذلك. هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلوا على أن الوجه عورة يأتون بحديث، مع أنه لا يدل على ما يذهبون إليه، وإنما يدل على أنه للمرأة أن تغطي وجهها، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث حينما يجيبون عن حديث الخثعمية، أعني حديث عائشة، قالت: كنا إذا كنا محرمات ومر بنا ركب أسدلنا على وجوهنا. إذن السدل جائز ولو كانت محرمة، لكن انتقاب هو الذي لا يجوز. هذا الحديث حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة يأتون به، مع أنه فعل ونحن ما ننكره، فعل من عائشة وأخواتها فما ننكره، لكن لماذا لا يستحضرون في حديث الخثعمية ويعتذرون أنها كانت محرمة، ولا يجوز للرسول يقول لها غطي وجهك لأنك محرمة؟ هذه مغالطة عجيبة جدا، ينبغي أن يقال يجوز لها أن تسدل على وجهها كما فعلت السيدة عائشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم
لحكمة واضحة لم يأمرها بالتوصية لبيان أنه لا يجب ذلك عليها، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا هنا لما بدأت الفتنة تظهر، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغطية الوجه، لكن أمر الرجل الذي كان رديفه أن يصرف وجهه إلى الشق الآخر. خلاصة القول إن اهتبال دعوة الفتنة وجعل شريعة عامة تفرض على جميع النساء، أولا الجميلات والقبيحات، وثانيا الجميلات اللي ما تتعرض لفتنة خاصة إذا كانت محتشمة ولابسة الحجاب الشرعي الكامل، بحيث أنه هذا الحجاب نفسه لسان حاله بيقول أنا مش منهم، فتح عينك. تتميم هل هي محرمة حقا يعني؟ مين؟ نحن بحثنا هذه، نحن نترجح لدينا أن ذلك كان بعد الرمي، ونحن كما قررنا في رسالة المناسك والعمرة أن الحاج أو المعتمر إذا رمى الجمرة الكبرى تحلل الحل الأصغر، فإذا كان ذلك كان بعد رمي الجمرات فهي إذن قد تحللت. لكن بلا شك نحن نلاحظ دائما أنه ليس من أسلوب إقناع الآخرين أن نفرض آراءنا على غيرهم، فنحن نقول هذا رأينا أنها كانت بعد الرمي، ومعنى أنها تحللت فيجوز لها أن تتنقب فضلا عن السدل، لكن هم قد لا يقتنعون بذلك، وفعلا كثير منهم هكذا أصروا لا كانت محرمة. طيب كانت محرمة، فهل يحرم عليها أن تسدل كما فعلت المحرمات عائشة وأخواتها؟ جواب لا. إذن لماذا لم تسدل؟ لماذا الرسول عليه السلام لم يأمرها؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع، والحقيقة أن موقفهم حرج جدا. أقول لأحدهم: هب أنك كنت في مثل هذا الموقف، رأيت امرأة في الحج ورجل شاب وسيم جميل ويحاسر عن وجهها، رأيته ينظر إليها، ألا تأمرها بأن تسدل على وجهها؟ إن قال لا انتهيت القضية، ثبت أنها ليس بواجب عليها الستر. إن قال نعم قلنا خالفت الرسول عليه السلام، فهل أنت أورع منه وأتقى منه؟ يعني الحقيقة الإنسان لما يدرس هذه المسألة يجد أن هناك يعني في تشدد غير محمود ولا مسوغ له، لأننا لو كنا كبعض اللبنانيين الذين رددنا عليهم حيث صرحوا بأن تغطية المرأة لوجهها بدعة في الإسلام، فأنا عقدت فصلا خاصا في الرد على هؤلاء، وأثبت أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل. فإذا كان هناك إذن في مجال للتقرب إلى الله بستر المرأة لوجهها، فنحن نقول هذا حكم الله، يجوز الكشف والأفضل الستر، فمن شاء فعل هذا ومن شاء فعل هذا فلا حرج. وأهلا ومرحبا. أستاذي في علم الحديث للطالب، كيف تنصحه؟ كيف يبدأ وبما يبدأ؟ هيك الله يديك خير، وإن كان هي لكن هي ثروة إن شاء الله. طالب إيش؟ في علم الحديث. إيه. كيف يبدأ وبما يبدأ؟ تقصد علم الحديث المصطلح؟ في المصطلح، لو بدأنا في المصطلح ثم بالفقه. نعم. نعم. جزائر. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. الجزائر. لا شيء من أين تتكلم؟
ارفع صوتك، الكلام معكم جهاد. ايوه ارفع صوتك. عندنا مطبع في الجزائر. ايوه نستأذنك في طباعة كتاب صفة صلاة النبي، هل هناك شروط او شيء من هذا؟ اتصل مع المكتبة الاسلامية لان هذا الكتاب خرج من حوزتي. انت ليس لديك شروط او ما في معني؟ سمعتني؟ سمعت. ماذا سمعت مني؟ سمعت أن لابد بالاتصال بالمكتبة الإسلامية. أيوة، فليس لك معي الآن كلام، الكتاب خرج من ملكي. بارك الله فيك وفيك بارك. طيب عندي سؤال صغير فقط. تفضل كبره. هل من السنة يعني حمل عقل الخطيب؟ هل ورد في ذلك شيء؟ لا، ليس من السنة، وإنما إن كان له حاجة بالعصا يحملها كلما مشى ويصعد بها ويخطب فلا بأس، أما أن يتقصد حمل العصا فهذا ليس من السنة في شيء. طيب يجب أن نعرف الدافع والحامل للمرأة على تعاطي هذه الحبوب، إن كان لمرض وهذا المرض يصف الطبيب المسلم تعاطي الحبوب جاز، أما إن كان هناك خشية الفقر فهذا لا يجوز. لا، هذا لا يجوز، كلما كثر الأولاد كثر الأجر أولا ثم خف الحمل عن الأم ثانيا، لأن أحد يربي الآخر. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ الله يكون بعونه. الله يحفظه. لا إله إلا الله. هو الذي ينبغي أو يريد أن يدرس المصطلح في علمي واطلاعي أيسر شيء عليه البعث عن حديث، شرح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، والشرح للشيخ أحمد شاكر المصري. وهذا الرجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر الذين طبقوا علم المصطلح عمليا، بينما جماهير الدارسين علم المصطلح لا يعرفونه إلا نظريا، ولذلك فطالب العلم يستفيد من دراسته لهذا الكتاب أكثر من دراسة غيره. فإذا ما انتهى منه أنصح بأن يشغل نفسه بدراسة شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن الذي قلته آنفا في أحمد شاكر يقال في أحمد ابن حجر العسقلاني من باب أولى، لأنه في الحقيقة إمام في الحديث علما وعملا لا نعلم له نظيرا فيما جاء بعده، فهو أعلم من عرفنا. لكن هذا الكتاب مكثف جدا مختصر، ولذلك فينبغي الاستعانة عليه بشيء من الشروح التي وضعت حوله.
من هذه الشروح شرح للشيخ مضلع علي القاري العالم المقري الحنفي من نوادر الحنفية الذين اشتغلوا بالحديث، فله شرح على هذا الكتاب، ما أدري إذا كان جدد طبعه لأن الطبعة الإسطنبولية فيها أخطاء كثيرة. إيش علمك؟ هي نفسها سبحان الله. أي نعم. ثم فيما بعد يحسن بهذا الدارس أن يرتقي وأن يعود إلى الكتب الأولى التي هي المراجع والأصول لهذه الكتب المتأخرة، كمثل كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري والكفاية للخطيب البغدادي، والذي جمع هذه الكتب علوم الحديث لابن الصلاح مع الاستعانة عليه بشرح العراقي حافظ العراقي والنكت الضراب للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح. والآن نقول بهذا القدر كفاية. نعم. هنالك مسألتان يعني الجواب عليهم إن شاء الله يكونوا لا يأخذ وقتا طويلا. خذ 5 دقائق تمام الإذاعة. المسألة الأولى رفع اليدين خلف من يدعو دعاء القنوت إن كان إماما. نعم. فهل يجوز على المأموم أن يرفع يديه؟ لا بد من متابعة الإمام أصاب أم أخطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم حينما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم جاءت بعض الفروع تؤكد هذا العموم، ولا حاجة الآن إلى التفصيل لنسمع السؤال الثاني وتسمع الجواب عليه إن شاء الله. بارك الله فيك. أنا سمعت لكن زيادة في التأكيد القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية للسورة الفاتحة. أين حكمها كما سمعنا أنه ذكرت أنت أنه غير جائز، أو أنه قراءة الإمام هي قراءة للمأموم؟ نحن نقول من أجل توضيح والبيان يطرد الشيطان، من كان يصلي خلف الإمام في الجهرية فما دام أنه يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة، أما إذا كان لا يسمع لبعده عن صوت الإمام أو خفت في صوت الإمام أو لا سمح الله ثقل في أذن المقتدي وراء الإمام فحينئذ يقرأ، لكن ما دام أنه يقرأ فما دام أنه يسمع فقراءة الإمام له قراءة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى أن الاستماع إلى القراءة من الغير أنفع من أن يقرأ الشخص بنفسه لنفسه، ذلك هو قوله عليه السلام حينما أمر عبد الله ابن مسعود أن يقرأ، قال له اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فحينما يسمع المقتدي قراءة الإمام ليس ذلك فقط قراءة له بل هي خير له، وبخاصة من أن يشغل نفسه بقراءة الإمام والإمام يرفع صوته بالقراءة. وهنا لابد من حصول محظور من محظورين، أولهما أن يشوش الإمام على المقتدي لأنه يرفع صوته وهذا واقع،
ولذلك تجد بعض المقتدين لدفع التشويش من قراءة الإمام الجهرية عليه هو بدوره بيرفع صوته. ولذلك فإن لم يشوش الإمام عليه فقد شوش هو على الإمام أو على من حوله. وهنا يأتي قوله عليه السلام: ما لي أنازع القرآن، خلطتم علي القراءة. فإذا إن كان يسمع فقراءة الإمام له قراءة، إن كان لا يسمع فيقرأ. وأهلا ومرحبا بكم جميعا. تفضل يا أخي. أولا يعني أريد أن تنتصر لي، لأني أنا أذيت فيك يعني حقيقة، وأريد أن الله يبارك فيك وفي سبيل الله إن شاء الله. أما السؤال الآخر. نعم. السلام عليكم. السلامة الله. أهلا. كيف حالك؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ كيف حالكم أنتم؟ نحمده ونشكره دائما. أيه الله يحفظك. نعم. كان هذا يريد تطبيق السنة. نفس الساق أو بعض السنن. أنا أبوي يرفض يا شيخ. هل يعطي الوالد؟ إيه مثل أي سنة؟ مثل شيخ تحت الساحة ونصف الساق. يعني في البيت ولا في المسجد؟ أبو النصف ساق إذا تعب الساق ينكر عليه ويقول يرفض أن يطبقها. إيه. قال لي يعني يعطي والدي ويطبق السنة أو أنه يطيع والدي. لا فهم سؤالك بس أريد توضيحا، وهو ماذا يريد؟ يطبق السنة مثل النصف ساق. اسمع يا أخي. هو ماذا يريد؟ هو لا يريد إلى نصف الساق، إلى ما إلى أين يريد؟ فوق الكعب فقط. طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟ لا أعصي. كويس. فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟ فإذا أطيعه في هذا إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن. سمعتني؟ فهمتني؟ فهمت. طيب يا شيخ بالنسبة لنا القبة بن وائل بن حجر، هل سمع من أبيه؟ علقمة؟ نعم علقمة سمع، أما أخوه عبد الجبار ما سمع. الشيخ الدليل أنه سمع، يعني صرح هناك محل صرح بالتعديل. الدليل ترجع إلى كتب الجرى والتعديل، ويكفيك دليلا رواية الإمام مسلم له عن وائل. حفظ الله يا شيخ. الله يحفظه. حفظ الله خير. وإياك. السلام عليكم. سؤال آخر عن حديث سرد واحد الإخوة علينا، يعني هو ما بال أحدكم لا يحسن وضوءه فيشكل علينا صلاته. هذا الحديث منكر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ الألباني. نعم. هذا شيخنا. الحمد لله. أهلاك. الله يحفظك. أنا طالب في توجيهي. نعم. إن شاء الله أنا أدرس قانون حقوق في الجامعة الأردنية. الله يحفظك. إيش تنصحنا؟ أنصحك أن لا تدرس. أنصحك أن لا تدرس القانون، أدرس الشرع. بارك فيك. وفيك بارك. عليكم السلام. عليكم السلام. الله. موجود. هو معك. هو معك. اليوم تأتيب الخميس دورتك ونفاتيتك جمعة. أيوة. نيسر يا مس نيسرت. أمور رباشت بكرة. أيوة بعد بكرة يعني بتصلوا العشاء وبتجوا. آه
العشاء نصلي؟ صلوا العشاء في أقرب مسجد. وين؟ ها؟ وين أنا؟ لا أعرف وين ساكن. نحن ساكنين بماركة الجنوبية قرب مسجد النور. إذا صليت في هذا المسجد العشاء وبتسأل هناك إمن كان بدلوك على الدار رات العشاء. أيوة بتصلي العشاء هناك. أنا يوم بكرة؟ لا بعد بكرة يوم الأحد. أي نعم. طيب شكرا جدا. أهلا مرحبا. كاتو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلين. مناسب إن شاء الله. أيوة مناسب تفضل. هذا الله فضلك. هل وردت صور قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين؟ لا لا أردها. ما ورد. رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة يجوز؟ لا أبدا أبدا. كذلك رجل بده يحج عن زوجته اللي لا تزال على قيد الحياة، في شروط لها يعني حتى يكون حج صحيح لها؟ كيف شو بده يساوي؟ بده يحج عن زوجته اللي طيبة يعني موجودة. ما بيحج حدا عن أحد إلا الولد عن أبويه سواء كان حيا او ميتا. الحي الوارد وما عندوش الايمان يعني مش غير ملتزم بجوز. منو؟ كان والديه عندهم يعني التزام في الاعمال الصالحة. ايوه. بحج عنهم؟ بحج نافلة. يعني. قلت لك بحج نافلة. فقط. نعم. كذلك في رجل نوى الحج عن والدته وهو لم يحج البتة، فهل يقرن ذلك؟ هل ايش؟ هل يقرن يعني هو ما حج ابدا، نوى حج عن نفسه وعن امه في نفسه ان واحد هو ما حج، بيصير؟ لا ما بيصير. يعني اللي يفرد حج لحال بعدين. اي نعم. طيب واحد بيقول انه الوالدين قادرين على الحج لنا لكن اللي كسل هيك ما بدهم، فابنهم ملتزم بصير يحج عنهم نافلة؟ نافلة كل شيء بيفعله فلهم اجر، لكن فريضة ما تسقط عنهم. ايوه لابد هم يقضوا الفريضة اذا كانوا قادرين. اي نعم. ايهما افضل في تطبيق السنة في صيام الأيام الستة، متتابعة أم يعني متفرقة خلال شهر شوال؟ متتابعة. والأصل يعني. أي نعم. لكن عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. يعني يسبق يوم يعني؟ عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. أعرف. إلا أن يسبق يوم قبله وبعده. شو اللي بده يسبه يا شيخ؟ أنا عم أقول لك عليه أن لا يصوم الجمعة والسبت. شو بده يسبه؟ هذا في الصيام اللي المتتابعة الستة بتقصد؟ ولا عن إيش أنت عم تحكي؟ نفسهم بس بقول. أيوة أنا نفسهم. أنت نفسهم وأنا نفسهم. يعني في الحالة هاي يتجنبهم يعني. ولا إيه؟ كونه إنه مربوطات بعض فهون كان يعرفه يجوز. معرفتك هي بدها شطب كبير. أيوة. وبدها تصفية. نعم. اي نعم. كذلك صيام الثلاث ايام في الشهر. كذلك كل الايام اللي بيجي فيها جمعة وسبت تجتنب. نعم. طيب بالنسبة لصيام الثلاث ايام في الشهر يكونوا كمان متفرقات ولا متتابعة الافضل؟ يا اخي الله يهديك هلا اعطيتك الجواب. نعم بس انا غير أيام ستة هذه. أعطيتك الجواب عن أيام الثلاثة وسط الشهر يجتنب الجمعة والسبت. بس أنا اللي أصدته إنه يصومهم ثلاثة مجتمعة ولا متفرقة أفضل؟
أنو أدون الله يهديك؟ أنو أدون؟ الصيام 3 أيام في الشهر معروفة. لك حبيبي أدون 3 أيام إن كان بده يصوم 3 أيام البيض. أيوة. هدون ما بيتفرعوا إلا إذا إجا جمعة وسبت. أيوة فاهم. أما إذا إجا 3 أيام من كل شهر بدون ما يقصد أيام البيض فحينئذ يقال فيها مثل ما قلنا عن 6 تبع شوال، يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن إذا إجا جمعة وسبت فهذا يصامان. لا ما في قياس هنا، لأنه الحديث بيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذه كفارة فرض. اي نعم. يقول بعض الناس انه الضبع بسمع فيه. ايه بسمع فيه. اقول شق الايمان يؤكل، صحيح هذا الكلام؟ يؤكل كله. الضبع. الضبع. هو له انياب. ما له انياب. سبحان الله. والحمد لله. يعني يباح اكل الضبع يعني. ايه نعم. وشو الدليل على ذلك؟ قولوا عن السلام الضبع يؤكل هكذا. هكذا. بس ياكل لحم؟ شو بدك فيه؟ بنقول اللواحق هاي ستة. شو بدك فيه؟ شروط من عجز أناب وإلا فلا. صوتك راح ليش؟ صوتك خفت. هي راح، كان صوتك أعلى ليش؟ ما تدري؟ ارفع صوتك إذا. أقول إذا كان الشخص قادر على رمي الجمرات ولكن عنده نوع من الجبن والخوف توكل حدا، بيجوز هذا الكلام؟ الله يهديك، ما أخذت الجواب عن هذا السؤال. بس هذا يعني شق بيختلف ولا لا؟ بيختلف عن ايش الله يهديك؟ هذاك عاجز لا يستطيع يعني مريض. لا قلت لك إذا كان عاجزا بنيب وإلا فلا. ما بصح كحديث باللفظ، ما بصح لكن معناه صحيح. أيوة. الآن إذا تم إيجاب قبول من قبل والد العروس أو والد المخطوبة وبين كذلك الخاطب، لكن ما جاء من يكتب كتاب يثبت ذلك، أمر ما يجي، فهل يجوز انه مثلا يصافحها بعد ما تم الكلام الحكي مع شهود جالسين؟ ما سمعت الجواب؟ سمعته. شو كان؟ يجوز يعني. انا ما قلت يجوز. قلت ما عمره يجي. ايه عمره ما يجي. ايش يقنع على ذلك انه يجوز؟ طبعا، ولذلك عم استغرب منك تسمع الجواب ورد ايش بتحكي وبتسأل. إيه بس أوضح أنه أنا بريد أتأكد، أنا فهمت أنه أنت بتعني بجوز، أكذلك؟ بقول لك نعم. أما أنك تتعبني وتضيع وقتي على البوش تعيد سؤالك وتخليني أنا يطلع خلي عليك وعمره ما بيطلع خلي على حدا، هذا ما بيناسب. ماشي؟ يلا توكل. بجدد
الموت من الصف. ليش هلا تغير صوتك؟ لتكون عم تسجل او شيء؟ لا لا ابدا ما في تسجيل. تغير الصوت. أمر انت صوتك واضح عندي. انا عارف يا اخي بس بدي اياه كمان يكون صوتك واضح عندي. يعني علي شويه؟ لا هلا علي. ليكون حدا عم يسمع منك من طرف ثاني. لا 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 ما عندنا غير جهاز واحد. طيب تغير الصوت. المهم هلا. ايوه. ايه شو سوى هذا صاحبك اللي حس بقطره بول وهو في الصلاه؟ فهو استطاع انه ينسحب من الصلاه الجماعه الرباعيه. فبدا في نفسه انه بس يكمل مع الامام يذهب وطبعا يجدد من جديد. انت صدقته انه ما استطاع؟ احنا على اي حال ليه نبني على هذا السؤال؟ لا بس انت لازم يكون كلامك مزبوط. ايوه. هو قال لك ما استطاع ولا انت عم تحكي عنه؟ لا انا بحكي عنه. هو قال لك ما استطاع؟ ما استطاع. يا شفت شلون؟ ها. انت عم تحكي عنه. ايوه. ما بصير انت تحكي عنه، بدي تحكي شو قال هو. ماشي الحال. ها شو قال هو؟ وهذا السؤال يعني انا حابة يعني زي ما تقول مش عن شخص بتكلم انا. الله يهديك. نعم. الله يهديك. طيب. لكن ليش ما بتحكي على الواقع؟ وتقول انه انا ما عم احكي عن شخص، عم افترض انه شخص عمل كذا وكذا. وهذه النية. ما بيجوز هيك يا اخي تبحث فرضيات. ماشي. وتضيع الوقت بالفرضيات. رح اقول لك انا شلون يعني ما استطاع. عنده وجد حرج انه يخرج من الصفوف مثلا. لا يخرج، عمره ما يخرج، تم بارك في الارض. ما بيجوز يستمر في الصلاة. ما يستمر يعني. بدي افهم بقى انا عليك لما بتدي ما استطاع. شو هذا اللي ما استطاع؟ المهم خلينا نقول صلى كامل معهم وسلم مع تسليمة الإمام. وذهب مشان يجدد الوضوء. فوجد انه ما خرج شيء أبدا. يعني ما في مظهر من الشيطان. هل يعيد صلاته ولا يبني على اللي صلى؟ ما يعيد صلاته، لكن شو بتقول انت يبني؟ كيف يبني؟ اقصد اللي صلاه. انا جاوبتك ولا لا؟ جاوبتني مظبوط. الله يهديك. امين. اما اقول لك لا يعيد صلاته، لكن شو معنى كلامك يبني؟ كلمة يبني يعني انه ما اقصد ما يصلي على اللي بناه يعني. الله يهديك. إذا تبين له يقينا أنه ما خرج منه شيء لا يعيد صلاته وكفى الله المؤمنين القتال. لو النية اختلفت أثناء الصلاة. كيف النية اختلفت؟ يعني هو نوى إبطال الصلاة؟ إن كان نوى إبطال الصلاة معناها انتهى الموضوع، سواء شاف شيء أو ما شاف شيء. فحينئذ يجب أن يعيد الصلاة. لكن لا يعيد الوضوء ما دام لم يرى خطرة. كذلك الغلام او الصبي قبل سن البلوغ ارتكب معصية او كبيرة لا سمح الله، فهل يعني يسجل يكتب عليه ذلك؟ لا ابدا لا يسجل. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سلامة الله. السلام. ايوه اسألك سؤال. تفضلي. كيف؟ حلت بالرسول عليه الصلاة والسلام. حلت بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما لها ما نفسر منها مات. حتى شاهدت عن الشيخ الألباني. لا لا نحن ما نفسر منها مات. عندك سؤال شرعي من جوابك عليه. أنا مات ما منفسر. تفضلي. شربوني مي، واضطر يشربوا مي، هل يكون متعمدا ولا لا؟ ما هو شرب باختياره ولا إني شربوه؟ باختياره.
ليش؟ يعني ما قدر يوقف. كيف؟ ما قدر يعني بعد الضربة اللي فقد وعيه ما قدر يوقف. ليش رقمه؟ بعد ما فقد وعيه شو صار معه؟ تحت بالنشابة. ولما صحي بس كده شرب مية. أول ما صحي من الضربة قال أشرب مية. أنا ما قدر يوقف. بيقضي يوم آخر. يعني ليش أصبر عامل متعمد؟ لا مو متعمد. لمرض لعرض. لا ما في مرض ولا إيش. أنا أقول لك لمرض لعرض. شكرا لك يا شيخ. أهلين. أهلينك بس بعيد هذا. أهلاً أهلاً. بدي المجلد الثاني. نعم. السلام عليكم. والسلامة الله. أنعم الله عليكم. أهلين. نعم. هل كتابك هل كتاب فقه السيرة الذي قمت بتخريج أحاديثه هو لمحمد الغزالي عصر؟ اي نعم. طيب السؤال الثاني، ما تقول في كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ انحرف عن السنة النبوية وعن آل الحديث والفقه. الكتاب عن المؤلف. الله يهديك الله يهديك يا أبو شوشة. أنت عم تسأل عن مين؟ المؤلف. إيه؟ شكرا الله خير. هل هناك فرصة لسؤال ثالث؟ الاثنين فقط. نعم. هذا السؤال الثالث. تفضل. هل حديث الآحاد يفقد صحته والعلة الفادحة وإن صح؟ ما فهمته. الحديث الآحاد إيه؟ يفقد صحته بالشذوذ والعلة وإن صح هذا؟ يا أخي هذا كلام غير سليم من الناحية العلمية. الحديث الشاذ لا يكون صحيحا، فكيف تقول الحديث الصحيح يفقد صحته بالشذوذ؟ يقول المؤلف في نفس الكتاب. أنا مؤلف ما لك وله، منحرف النالك ما له قيمة كلامه، رجل جاهل. هو كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الناظر. نعم. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا مرحبا. أهلا طيب. طيبك الله الحمد لله. بارك الله وبارك فيك. أهلين. الله عنك يا شيخ، أبغي أسأل عن مسألة. تفضل. قوله عليه السلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم. الأمر هذا للوجوب. وجوب. نعم للوجوب. الأمر للوجوب. نعم نعم الأمر للوجوب. طيب أنا أرى كثير من أهل العلم لا يفقهون إيحاءه، فكنت أظن أن هناك فارق عن الوجوب إلى الاستحباب. لا أنت ما ترى أهل العلم. هل لازمتهم؟ أنا صحيح أن تقصد أنه يعني يبيض الشعر بعد فترة يعني بعد الصبغ. ولا من لازمت من أهل العلم ليلا نهارا؟ لا لا يا شيخ، بس أنا رأيت بعيني فقط. إيه أنت بعينك ترى، لكنك ترى مرة ولا ترى عشرة. إيه المهم كل ما هذا كلام ما يفيدك، الأمر يفيد الوجوب. الأمر يفيد الوجوب. الله وعنك. تفضل. أنا عبد الله الصالح، هل تذكرني؟ لا والله ما أذكرك. الذي كتبت التعقبات المليحة. أهلا مرحبا. الله عنك يا شيخ. وعنك إن شاء الله. أقول أسلمك الله، عندي كتاب آخر. أيوة. أسميته إتمام الحاجة إلى صحيح سنة الدماجة. إيه. وما هي هذه الحاجة؟
ما هي هذه الحاجة؟ حاجة الناس إلى هذا الكتاب، حاجة الناس إلى كتاب الشيخ ناصر العلماني. أي فاهم شو يعني المو... بهذا الكتاب. نعم. بارك الله بارك فيك. الله يحفظك. في أوله أنك تعد الحديث إذا كان في البخاري ومسلم إليهما. أي نعم. فترمز له بقاف. أي نعم. أو بخاء أو بميم إذا كان في مسلم. أي نعم. أو بخاء إذا كان في البخاري. أي نعم. أنا وقفت على 147 حديث عن طريق نفس الصحابي بمثلها لم تعز إلى الصحيحين ولا إلى البخاري ولا إلى مسلم. ممكن. إذا كنت دقيقا في ذلك فبيكون مكسب كبير، لكن أظنك لكني أظنك لست دقيقا في ذلك. جزاك الله خير وشكرا لك. تفضل. يكفي. نعم. من أخذ بهذه الطريقة قبل؟ الألباني. يعني أقصد هذا الصراحة خاص بالشيخ ناصر. أي نعم. أنا أيضا وجدت أحاديث سبقتها يا شيخ أنت على هذا الصراحة، ومع ذلك ما استدركتها. لما؟ أني ما أعرف أحد، ما أعرف، لا أعرف من قواعد المصطلح أن الحديث يعزى إلى البخاري ومسلم ولو كان من غير طريق الصحابي. المقصود يا أخي هو معرفة أن هذا المتن صحيح ولا لا، وليس المقصود هل يصح عن هذا الصحابي أو عن غيره. إيه. أيوة هو هذا. عدو التخريج يعني. أي نعم. ألا يعتبران حديثان؟ ألا يعتبر هذا حديث وهذا حديث؟ أي نعم، لما يكون البحث في الأسانيد يعتبران حديثين. عجل. أتم قضى الله لك حاجتك وسلم وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا تبع الشيخ ابن عثيمين. صحيح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ايوه عافاك الله. مين؟ أسألك السؤال يا سيدي. تفضل. أنا بشتغل عند متعهد كويس في الطباعة بالخشب، وفي جار إنا بشتغل متعهد يعني مفصول عن الدنة، وبسرق الزلمة اللي بشتغل عنده وبستقله خشب وبستقله غرام، فشو حكم الشرع؟ هل إني أسكت ولا أحكي لصاحب الشغل ولا أنبه هذا ولا شو تشور علي به؟ حذر السارق حذره. أول شيء حذره. أي نعم. أي انتهى انتهى، وإذا ما انتهى بلغ صاحب الملك. يعني أول شيء حضر بعدين بلغ صاحب الملك. أي نعم. تطلع هيك من الإثم يعني؟ تطلع من الإثم. أسيدي جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. وأهلا مرحبا بك. حياك الله تبارك. أهلين. نعم. السلام عليكم. والسلامة الله. والله جزء أنا عرفت أن الذبح حرام للرجال. إيش؟ الذبح حرام للرجال. أي نعم. وعرفت أن في أدلة. كنت أقنع يعني أخواتي حتى يقتنع الحرام. جابوا لي حديث أخرجه البخاري بيحكي أن فصل بين الحلال والحرام الدف والصف. هذا أخرجه البخاري. كذابين. كذابين. هذا بيحكي طرقه من كتاب يعني. مين قال لك أنه أخرجه البخاري؟ هم حكولي. إيه كذابين أو جاهلين، هذه وحدة. وبعدين هذا الحديث بيقول انه للرجال معلش شو علاقته بالموضوع؟ فصلنا بين الحلال والحرام الضرب على الدف، لكن مين بيضرب على الدف؟ هذا ما بيتاخذ من الحديث هذا. فهمت علي؟ يعني الحديث يعني ايش ضعيف ولا ايش؟ الحديث الان ماني مستحضر. بقول الان ماني ذاكر ان كان الحديث صحيح ولا لا، لكن
نفترض أنه صحيح، ولكن هل هو يدل على أن ضرب الدف يباح للرجال؟ ما في ذكر هنا للرجال حتى يحتجوا بالحديث في الموضوع. فهمت علي؟ أما كون الحديث صحيح أو غير صحيح يحتاج إلى مراجعة. بإمكانك تتصلي فيما بعد. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. تفضل. المتأجر من المنزل من البيت على حسب الاتفاق. نعم حسب الاتفاق بينهما. وإذا ما في اتفاق اليوم قديم مثلا بيكون يعني ظلمات بعضها فوق بعض، ما بحل إلا المحاكم. ما بحل غير المحاكم. نعم ولذلك لازم لما واحد بيأجر أو بيستأجر لازم يكون على بيان وعلى شروط. نعم وإذا ما في بيان ولا في شروط ما بيحل لغير المحاكم. لغير المحاكم. إيه نعم. حكم الشرعي. نعم. حكم الشرع. نعم نعم. هيك. أيوة. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. تفضل. نعم. ولكن حد يعني يستوضح نقطة مهمة، قال إنه بيحلق الشعر واللحية، هل فيها تفصيل أم شيء يعني أم إيه المطلوب يا شيخنا بالنسبة يعني إنه بيحلق الرأس شعر الرأس واللحية في نفس الوقت حكم المال؟ طبعا هو لما بيحلق اللحى بيكون عم يرتكب محرم. والمال اللي بيكسبه بيكون حرام. ايه شو سؤالك بقى؟ بالنسبه للشعر هو يعلق لحيه يعلق اللحيه هذا امرها عرفناه، ولكن الشعر في نفس الوقت يحلقه يهلق شعر الراس يهلق. نعم مش هيكون هناك مال حلال ومال حرام ولا شو يا شيخنا؟ على حسب الغالب. شو الغالب؟ الغالب بيحلق لحى ولا بيقص شعر؟ حضرتك عارف ان دي ما بتتوقفش على يعني على حسب كل يوم بيختلف عن الاخر. كيف كل يوم؟ بالنسبه مثلا للرزق حضرتك عارف ان مثلا يعني شويه هيك وشويه هيك. انا بعرف يا اخي، لكن كم مره بيقص الحلاق شعر زبون؟ وكم مره بيحلق له لحيته؟ نعم نعم. ايه أيوة عرفت فلزم. أقرأك الله تعالى. لحظة يا شيخنا، نقطة يعني أهم من هذه أقرأك. بالنسبة لحلق الرأس، لو أنه تفرد لحلق الرأس ولكن يحلق الرأس بطريقة يعني تتشبه بالغرب، هل تأخذ نفس الحكم؟ أقل. أقل. إي نعم. لكن الآن الأولى أن يتركه. إي بلا شك. جزاك الله كل خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. نعم. أخت أمريكية. إيه. يعني يبدو إنه كتبت لي رسالة وكنت أنا في مكة. وكأنها كتبت رسالتين في الحقيقة. إيه. أقول أنها كانت متزوجة من أمريكي. ولها منه ولد. ثم طلقت الأمريكي لأنها أسلمت وأبى أن يسلم. كويس. وبعد ذلك تزوجت شاب فلسطيني. أيوة. قالت يعني انا كنت اظن انه يعني هذا رجل مسلم وشاب ويبدو عليه الصلاح وكل شيء. المهم بعد ما تزوجت يبدو انه هي كانت تشتغل، فجلس في البيت لا يشتغل ولا شيء، ويعني تقول له طيب ليش ما تدور على عمل وكذا. تذهب هي من الصباح الساعة 6 صباحا وترجع
ترجع إلى البيت الساعة 5 مساء ثم لتهتم بولدها أيضا ولتطبخ لها ولا. وهو جالس في البيت بكل وجه يتفرج على التلفزيون من الصباح للمساء. الله أكبر. وقالت في رمضان عذرته أنا أنه تعب وكذا ما يريد يشتغل. قالت لي لكني أنا أشتغل في رمضان. يعني حاولت تقنعه وأبوها وأمها طبعا يعني نصارى عرضوا عليه قالوا له تعال اشتغل معنا عندهم محل الزهور. أيوة. ما في شيء محرم ولا كله بفض الزهور. جميل. فهو أبى ذلك يعني هم عشان بنتهم شغلوا إلا ما يحتاجونه. أيوة نعم. لكن عشان بنتهم ويخلص على البيت. جميل. فهو تستقرب من أبويها ولأن راتبها لا يكفي لدفع الفواتير. الله أكبر. جالس هكذا الآن قال لها يريد أن يدرس وأصبحت حامل منه وأقول لها يجب أن تشتبي لأن الطفل ما بلغ 4 شهور في بطنها. شو بيقول لها؟ قل لي أنا ماذا أفعل؟ شو بيقول لها؟ يريد أن يدرس ولا يريد أن تحمل لأنها إذا حملت يعني الله أعلم ما تستطيع أن تعمل وهو لا يريد أن يعمل لأنه يدرس. ماذا يقول لها؟ ذلك يريد أن تشرب بس حتى يا أستاذ محمود يا أستاذ محمود ماذا يقول لها؟ ما فهمت. هو يريد أن تشرب بسها أن تشرب الولد أن تسقط الجنين لأنها حامل في الشهر الثالث. أيوة. وقال لها طالما أنه لم تبلغ الشهر الرابع فما في مانع من الإجهاض. الله يهديه الله يهديه. طيب بعدين هي تقول ما أفعل معه ماذا هل أستطيع أن أشرب نفسي؟ لا أخليها تطلقه. الله أكبر. أي نعم خليها تطلب المخالعة. يا شيخ أنا أردت أن أقول هذا لكني قلت أخشى لأنه الرجل نقل عنه كلام يشتمنا يعني هو من الإخوان المسلمين لكن قلت إذا بدي أحكم أقول له الكلام أنا أخشى أن يكون عواطفي تدخلت في الأمر. قلت لا خذها لا أتكلم في هذا حتى أسأل الشيخ ولذلك قلت أنا إن شاء الله أكتب لك. خذها مني ولا تبالي. هذا الإنسان لا يستطيع أن يكون زوجا لمثل هذه المرأة المسلمة والتي تعمل بدل أن يقوم هو عنها بالعمل يغنيها ويقلها في بيتها غيره. يعطيك العافية. طيب وأنت بخير إن شاء الله وقريبا تسمعنا البشارة بمجيء الوليد السعيد وبيسر إن شاء الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. طيب. طيبك الله. ما يا شيخ. أهلين. معك إسماعيل من أبو ظبي. من أبو ظبي؟ نعم. أهلا. سألت أنا أخونا حسين عوائشة بالنسبة لموضوع العمل في شركة البترول. إيه. مش عارف يعني كنت أقول الأفضل دفع الكاش يعني نقدا. إيش؟ كنت أقول الأفضل هو دفع النقد للبترول بيع البترول يعني. أيوة ولا يؤجر بحيث إنه يأخذ الضريبة أو الغرامة. لكن المشكلة يا شيخ إن السفن اللي تشحن مش هي صاحبة البضاعة يعني مجرد هي شركة نقل تنقل البضاعة للعميل. إيش علاقة هذا بالموضوع؟ يعني القصد الدفع النقدي بيكون صعب جدا لأن كل شهر فيها ملايين دولارات بيكون صعب العميل يحمل معاه النقدي. الموضوع اللي حكاه يا أخي حسين
هو أنه إذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة. كان الجواب أنه لا يتأخر وأن يدفع نقدا أو في نفس المدة المحددة، فما علاقة السفن في الموضوع؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فما علاقة السفن في الموضوع؟ يا شيخنا. نعم. أنا قصدي أنا نحن البائعين حاليا، الشركات تأخذ عندنا كل من أكثرهم كفار، يحاول المواطن بدفع الفلوس في وقت محدد لهم، يعني هم عندهم فترة زمنية مدة شهر يدفعون ما خلالها من تاريخ الشحن، يعني في بنت شحن وتروح بلادها هم يدفعون خلال شهر من تاريخ الشحن. ففي حال تأخيرهم للدفع الشركة مع اتفاقية حسب كل يوم تأخير غرامة 20%. مين الشاري يا أخي؟ شاري شركات أجنبية، نحن البائعين يعني. أنتم البائعين؟ نعم. والغرامة من يأخذها؟